أنا بشتغل ببنك NCOL، أكيد بتعرفه. أنا بالإدارة. نعم. أنتوا بتتعاملوا معنا. بعرف. نصحوني أجي لعندكم. أيوة. لأنه عندي مشكلة. حضرتك شاري سيارة من عنا؟ لا، بدي أشتري. أنا كنت حاسة مع بنت من شقلت بطنة، بس ما حبيت إلا قلت ما بدي أفقسها. بس نحن كتير مبسوطين بالبنت مدام سوسو. ولك إيه، يلا الواحد بصير يحكي هيك ليواسي حاله. هلأ الري جاي ولا لا؟ ما قلت لك يا حب البلدية. هلأ بس خمس دقايق ليخلص كاستن. ميرنا مكارز، الأهلا وسهلا فيكي معنا بتحلى الحياة. هلو. ميرنا، ابتداء من 7 تموز رح نشوفك، رح تطلع علينا بالصالات السينمائية بالفيلم بالحلال. خبرينا عن قصته. هلا ما بدي افضح قصته على الاخر، بس فيني اخبركم انه بالحلال بيعالج 3 قصص من وجوه المجتمع، مجتمع معين. هن 3 كوبلات عم بيحلوا مشاكلهم بالحلال. نعم. وقللين خلصنا. هلا هذا الماكسيموم. طب 6 عواطف، خبرينا عن 6 عواطف وكيف عم بتقدمي 6 عواطف للجمهور. هلا ما نقلك برافو، لانه حسب معرفنا اخذتي 20 كيلو كرمال الدور. بالمبدا ايه. قد ايه صعبه لك؟ قد ايه مبسوطه كنتي عم تاكلي؟ قد ايه هلا مقهوره؟ لا عن جد برافو. قد ايه واحد بيكون مبسوط انه عم ياخذ وزن، بس اكيد عم بتعاني هلا تترجع تنزلي. هلا انا كنت كثير مبسوطه وانا عم صور الفيلم، كنت كثير كثير مبسوطه. واخر نهار تصوير عن جد كنت مبسوطه ورقصنا وياي وشو حلو وبارتي اخر نهار. ثاني يوم وعيت الصباح جيت بدي البس ثيابي، ما كانوا يفوتوا فيي. طلعت بالمرايه هيك انه مين هاي؟ ايه 20 كيلو مش مسحة يعني. وعملت ديبريسيون. هو هلو مجرة. قد ايه صرتي نازلة؟ هلا كنت نازلة 16، بعدين وقتها بلشت سافر مهرجانات للفيلم، بتعرفي بس تسافري ما فيك تاكلي مثل ما لازم. رجعت خبصت، هلا صرت ضعفاني اكزاكتلي 14. برافو برافو. مينا خبرينا أكثر شيء، شو لفتك بهالدور؟ شو الشيء الجديد فيه والمميز؟ لفتني بهالدور إنه أول شيء عم جسد دور مرة تعبانة. يعني كتير قليل لنشوف بمسلسلاتنا حدا عن جد تعبان نفسياً وجسدياً، وهو الدور يعني جدي جداً لدرجة إنه في مطارح بتضحكي. هذا اللي حلو فيه. كتير بحب الأدوار يلي بتلعبيها بجدية لدرجة إنه عن جد بتضحكي، إنه في مأساة بتضحك. وهذا اللي عجبني بالدور اكثر شيء. حسب ما عرفنا كمان الفيلم ما تصور كله بلبنان، تصور بلبنان وبالمانيا. ليه تم التصوير خارج لبنان؟ لا تصور كله بلبنان. تصور كله يمكن بلبنان. مشهدين او 3 تصوروا بالمانيا. اوكي. بس الفيلم بمعظمه تصور بلبنان. البرودكشن مقسومة بين بروديوسرز لبنانية اللي هن صباح جروب والبروديوسرز الالمان اللي هن ريزر برودكشن. شو يعني اي مشاهد تصورت بالمانيا اللي اضطروا يصوروا هناك؟ مش مشاهدي. مش مشاهد. مش هيك قالت لي انت، لاحظت انه قلتي لي لا ما تصوروا بالمانيا، هن تصوروا بالمانيا. لا هن مش لانه ما اخذوك. لا لا ايه زعلت، اخذت موقف، صرت خلص مش شايفتهم هالمشاهد. كثير قليل. خبرينا التصوير كم يوم استغرق؟ شو واجهتي صعوبات وشو في قصص بتتذكريها كمان حلوه من وراء الكواليس اللي صارت؟ اوكي، استغرق تقريبا شيء يعني بين 30 وال 35 يوم. كان كثير حلو التصوير فعلا، يعني ما كان فيه مثل ما بيقولوا جليتشز، كان كثير سموث وكان حلو الشغل يعني مع الاكيب كلهم، يعني يعطيهم العافيه. اللبنانيه الالمان كلهم كانوا كثير بروفيشنال. ما كان في صعوبات او مشاكل ابدا.
حسب معرفنا كمان انه رح نحكي اكيد كان فيستيفال وكرمال هيك انت كنت نشيطه كثير باوروبا لانه سافرتوا كثير لانه عن جد الفيلم قد ما القصه كثير قويه يعني راح مشان تترشح لكذا اوورد بي فيستيفالز بس اول شيء اوبن دورز ان لوكارنو فيلم فيستيفال تم اختيار الفيلم من معالجة هذا الفيلم ليه برأيك تم اختيار هذا الفيلم ومنعرف قدي بس يكون في فيستيفلز بهالأهمية بيكون كذا فيلم وبنفس الوقت بيكون كمان في كذا قصة مهمة عم بتتقدم هو اللي ميزه لهذا الفيلم انه عم بيعالج موضوع حساس بس لأنه بطابع فعلا خفيف ومهضوم بيمرق الموضوع يعني ما حدا بيتضايق عرفتي هيدي اكبر نقطة قوة للفيلم اميرنا انه نحن حكينا معك بس ما خبرتينا قصة الفيلم ما فيني خبري ما فيني خبرك انه لا انه خلينا نحكي انه هيدا الفيلم بيعالج التابو يمكن عند النساء بالشرق الاوسط فينا نقول مش هيك مش تابو اكثر ما هي حياتهم الخاصة اوكي ببيوتهم المواضيع يلي بيطرق بس كرمال المشاهد على القليل يعرف انه ليه هالقد اه حضروا بتعرفوا هالصور من مشاهد للفيلم صح؟ اي مزبوط مزبوط اوكي الظاهر زوجتي لك نحن بلشنا لا ليكي دوري بتكون مره أربعينية عندها بنتين نعم عمرهم بين العشرة وال 12 سنة تعبت وما عم تقدر بقى تلبي جوزها كل ليلة كل ليلة كل ليلة غير الطبخ وكل هالقصص فبتطلع بفكرة إنه بما إنه هو بحق له بأربع نسوان شرعاً نعم. ليه ما منجيب بعد وحدة بتشيل عني هذه قصتها ومنشوف كيف بتقنعه لجوزها وبتعرفه على هديك وبتوصل لمطرح منشوف إذا رح تخليها عندها ولا ما رح تخليها عندها لا هوني ما رح نحرق خلينا نشوف ميرنا تريلر للفيلم ترجع نتابع الحديث كيف يجيبوا الأولاد في دودة اسمها علاقة دودة بتمشي بتجي أساسا من الرجل بتضل تمشي 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 لحتى توصل عند الستر يعني البابا في عنده دود دي وحدة أرجع أحكي مع الحب والسهرة أنا وصلت أنا مجوز وعندي أولاد بس أنت ما توغزيني بهالكلمة مرة مطلقة خطر الناس تشوفنا مع بعض من اول ما تجوزنا ما قضينا نهار مثل الخرب عايشه مدري ليش اختار واحد هي صعبه شويه اول كم سنه بس بعدين يعني يصير اضرب خلاص سليم شو رايك نجيب بعد مره ثانيه انت بحق لك باربعه عم تفتشي له على عروس وهالقد معجبه فيه اختي ما عاد قادره نحن نعرف انه هالفيلم كمان تم ترشيحه لعدد كبير من المهرجانات المهمه خبرينا عنه وعن اي فئه ترشح كتار اذا بدك بسمي لك كم مهرجان من اللي انا بعدني حافظتهم في مثل ما قلت دبي سان دانس روتردام امدن بالمانيا شويرين بالمانيا ترانسلفانيا برومانيا أدنبرغ سكوتلاند سيدني أستراليا عرب فيلم فيستيفال بكل أستراليا أوه. يعني بخمس مناطق بأستراليا نعم. حلو ولوكارنو إيطاليا وهلو مجرة حلو يعني الفيلم عن جد أخذ ضجة كتير كبيرة وأخذ صدى كتير مهم بالمهرجانات الأوروبية عم بيحبوا القصة عم بيحبوا عم بيحسوها حقيقية عم بيحسوها قريبة وما عم بتغبب لهم عقلبهم عرفتي نعم. يعني ما عم بيكون شيء كتير سيريوس دراما بالعكس هيك عم تمرق مع انها قصه جدا مهمه والسيناريو جدا مهم صح. بعيدا عن التمثيل ميرنا اسم الله عندك صبيان انطوني 6 سنين وجيو 4 سنين جيو 4 سنين ونص ما بيقبل تعطيني جيو ماشين ونص وما بيقبل له جيو اسمه جيو اسم الله عم نشوف صورهم هون مين هيدا جيو جيو ما توخزني اسمك جيو 4 سنين ونص خبرينا كيف بيتعاملوا انه امهم مشهوره وامهم تطلع على تي في وعندهم شيء موهبه التمثيل بالنسبه لامهم تطلع على التي في اخر همهم وقت يشوفوني على التي في بيقول لهم ذس از مامي اه يس اوكي
بيمشي حاله وذاتس ات انه ما منا هالشيء المهم. اوكي بالنسبه لا شطورين بالفد فانداني بالمدرسه منهم هينين بس انه لا مهضومين كثير لانه حطيتهم بالمدرسه اللي انا كنت فيها. نعم. فالمسرح اللي عم بيكونوا عليه انا كنت كمان حلو. عليه فكل ما اروح احضرهم ببلشوا يكروا الدموع وبتتاثري كثير. ميرنا رح نتشكر كثير لانك كنت ضيفتنا لليوم ويعطيكي الف عافيه ونحن بانتظار الفيلم السينمائي بالحلال بالصالات السينمائيه اللي بس بدي اقول شغله كمان انه هلا كمان بسبعة الشهر نازل بالمانيا بالصالات كمان. السينما كمان وبفرنسا يلا الف فكلنا مبروك سوا. الف مبروك ثانك يو يعطيكي الف عافيه والف مبروك لك ولكل الاكيب بالحلال.